اشتغل هذه المجموعه من البارامترز، بعد كده ابتدي ادخل الانبوت اوتبوت فيكتورز، بعد كده ابتدي اعمل كالكوليشن للبريدكتد فاليو اللي هي الاتش، بعد كده اجيب الايرور، بعد كده اتست اذا كانت الباترن خلصت ولا لا، وبعد كده بعمل سيتنج للكوميونيتيف ايرور واحطه احسبه يعني، وبعد كده ابتدي اعمل له كومينيشن على الايرور اللي قبله في الستيب اللي قبلها ده لو انا ماشيه انكريمنتال، وبعدين وبعد كده بتست على الباترن خلصت ولا لا، لو خلصت ابتدي اشوف هل الكوميونيتيف ايرور وصل للزيرو او للقيمه اللي انا عايزها ولا لا، وانس ابتدي ان انا اشوف لو وصل للزيرو او القيمه اللي انا عايزها يبقى انا وصلت للسوليوشن بتاعي اللي هو ايه جاست وان فيكتور اوف ايرنينج بارامترز بيحقق كل الداتا ست. لو ما وصلش للقيمه اللي انا عايزاها الكوميونيتيف ايرور يبقى ساعتها بعمل ري تريننج تاني، برجع تاني اعمل تريننج من الاول. تمام يا جماعه؟ طيب بيفرق ايه الاوبجكت فانكشن حددتها ايه؟ الداتا فيها اللي انت بتعمل بيها ابديت اللي هي بيسموها الليرنينج رول. الليرنينج رول اللي انت شغال عليها ايه؟ والموديل اللي انت شغال موديل شكله ايه؟ شغال لينير موديل، شغال مور كومبلكس، شغال كوادراتيك موديل، شغال موديل شكله عامل ازاي؟ ماشي؟ طيب الداتا فيها هنا في الحاله دي في حاله الجريدنت ديسنت لما يكون عندي البرفورمانس اندكس بتاعي هو السكوير ايرور هو نص الايرور التربيع ساعتها هتبقى لما اجي افاضل المعادله هيطلع لي عباره عن التفاضل هيبقى عباره عن الايرور مضروب في الانبوت، الايرور مضروب في الانبوت، اذا هيبقى عندي الداتا ثيتا اللي هي ثيتا نيو بتساوي ثيتا او ماينس ليرنينج كونستنت اللي هو برضه اتكلمنا عليه قبل كده وقلنا ان هو ممكن يبقى ريت عشان نعدي من البرفورمانس بتاع السيستم بتاعي مضروب في الايرور مضروب في الايه؟ في الانبوت. تمام؟ طبعا انا عندي ام ريكوردز، عندي ام انستنسز، عندي مجموعه من الريكوردز اللي هي الداتا سيت بتاعتي 1000 نقطه مثلا، وال 1000 نقطه دول انا بعمل تريننج عليهم، فيا اما اشتغل هاتش ليرنينج باني اعمل سميشن فبدخل كل مره بعمل انيشاليزيشن للفاليو بتاعت الانيشال ثيتا اللي هي الليرنينج بارامتر، وبعد كده بقوم حاسبه عندي السميشن بتاع الجزئيه دي في كل الريكوردز اللي عندك اللي هي كل الام، فتلاقي السميشن هنا من واحد لحد ام اللي هي عدد الريكوردز اللي موجوده في الداتا سيت. طبعا احنا بنتكلم على التريننج، احنا في الاول خالص لازم نعمل سبليتنج للداتا تريننج وايه؟ فاليديشن. طيب فهتبقى عباره عن سميشن الايرور بتاع كل واحده، كل انستنس، كل ريكورد موجود في الداتا سيت مضروب بالانبوت بتاعها. واجمع ده كله في سميشن واضرب في الليرنينج كونستنت وابتدي اعمل اول ابديت ده اللي هو الباتش ليرنينج. ماشي يا جماعه؟ الباتش ليرنينج سفيشنت جدا لو الداتا سيت عندك حجمها مش كبير، سفيشنت جدا لو انت مفيش متغيرات كتير في الانفايرمنت بتاعت البروبلم بتاعتك فانت مش محتاج كل شويه تعمل ابديت، لانك لو دخلت ريكوردز جديده لو هي البروبلم بتاعتك رابيد تشينجينج انفايرمنت ودخلت انبوت جديد او دخلت ريكورد جديد في الداتا سيت فانت تخيل انك هتعيد كل حاجه تاني لان انت بتعمل عمليه الليرنينج دي الداتا سيت كلها على بعضها مره واحده وليس ريكورد واحد. اوكي؟ برضه اتكلمنا في ان لو احنا جينا نبص في الكوادراتيك فانكشن اللي هي نص الايرور سكوير اللي هي البرفورمانس فانكشن اللي احنا قلنا عليها روت مين سكوير ايرور دي فهي في النهايه هي بروبلم، فالبروبلم ملهاش الا جاست وان جلوبال ملهاش الا سوليوشن واحد بس فاتس تريفيال بروبلم فسهل ان انا اوصل للسوليوشن ما عنديش مشكله. بينما الماث وورك ابتدت تعمل فانكشنز بنش مارك فانكشنز علشان تبقى فيها تشالنجز اكتر، يبقى فيها مور بيكس، البيكس بتاعتك يبقى في عندك اكتر من اللوكال والجلوبال بتحاول توصل لها من خلال ان انت تتخطى الجلوبالز دي كلها. تمام؟ طيب
التضارب اللي بيضحك، لان انا بوصل للسيس بتاعي. يعني انا الشغل بتاعتي هو هي ميوتيشن بروبلم، فلو ده البرفورمانس اندكس بتاعي اللي هو وليكن هنا كان الاي سكوير ايرور، دي ليرنينج بارامترز بتاعتي. فانا المفروض وانا بعمل مثلا ميوتيشن كل الحاجات دي بروبلم بتاعتي، فالمفروض ان يحصل تقارب دي كونفرجن ديستريبيوشن. ده على اساس ان انا بقول لك ان الاوبتيمم مثلا عند في ناس كده لما نيجي نشتغل في ريسيرش في الماستر يعملوا نصحين شويه عليه، يقوم يعمل شغل وخلاص بقى هيديها الايه الشغل والنتائج وكل حاجه زي الفل، وايه وانا مش هقرا مثلا، اجي ابص على التيبلز الاقي النتائج كويسه، اجي ابص بقى على الجرافس. المفروض ان التست بنش مارك فانكشنز اللي بتنزل من الماث وورك بيحدد لك لكل واحده البرفورمانس اندكس ايه، اللي هي المعادله هي ايه، يحدد لك الكونسترينت ايه، وبيقول لك الاوبتيمم عند كام. مثلا الاوبتيمم عند 5، اجي الاقي الجرافس ويكون خلاص وصل الاستيشن والالجوريزم اللي انا عملت له كريشن او موديفيكيشن هو احسن من الناس التانيين، ابص على الجراف الاقيها وصلت عند مثلا 30. ما انت كاتبه في التيبلز ان هي وصلت ل 5، طب ازاي؟ يبقى كده في حاجه غلط، يبقى في شغل فابريك. فهي الفكره هنا ان انا وصلت للاوبتيمم بتاعي ووصلت للايه؟ دكتور ممكن اعرف يعني ايه performance index؟ يعني ايه performance index؟ performance index هو نفسه objective function، هو نفسه cost measure، هو نفسه fitness function، كلهم نفس الكلام. كل كتاب عشان تلاقيه كل شويه بقول لك اسم، لان كل كتاب انا مش هعرف اذا كتاب، طبعا انا كتاب واحد بس، بس لازم اقول لك كل ده لو قريته. لكن احنا لازم نبقى عارفين هي بيرمى فيها. المرة اللي فاتت عن التقسيم الداتا سيت
حد يشرح لنا يعني ايه كروس فاليديشن او ايه اللي اشتغل فيه؟ ده في حاله الباتش نعمل سميشن، في حاله الاستوكاستيك او الانكريمنتال جريدينت ديسنت اللي في الكتاب بنسميه اونلاين. فالسؤال وطبعا بستخدم اللينير ريجريشن، اللينير موديل اللي شرحناه ده في الكلاسيفيكيشن، ولا هو فقط مخصص للبروبلمز اللي هي كونتينوس؟ فبالتالي هيبقى مناسب جدا معاها ان انا استخدم اللينير ريجريشن. يعني بمعنى لو الداتا بالشكل ده، فانا لما استعمل لينير ريجريشن او اللينير موديلز فانا سهل جدا ان انا اعمل فيتنج للداتا سيت. لو انا عندي الداتا سيت ديسكريت بالشكل ده، بروبلم كلاسيفيكيشن سبام او سبام، التيومر مالجنت ولا بناين، فهي ديفينيت فاليو. هل لو استخدمت لينير ريجريشن ينفع؟ ينفع بس بتكون في قيمه فاصل ما بين ال برافو عليك. زي ما زميلتكم رقيه قالت هو ينفع بس مش دايما بيكون احسن حاجه، والحقيقه مش احسن حاجه، ولكن حسب السيمبلستي بتاعت الاستراكشر بتاع الداتا سيت بتاعتك انت ممكن تستخدم لينير ريجريشن. وفي الحاله دي لما تيجي تعمل ليرنينج للداتا سيت بتاعتك فانت بتعمل سيبريشن باللاين ده، السوليوشن بتاعك اللي هو الوان فيكتور اللي انت بتحصل عليه بالسوليوشن، وساعتها ممكن تحدد نقطة كبيرة هنا وليكن النقطة دي، وتقدر تقول إن لو أنا عندي القيم أقل من النقطة دي فإذا هو الأوتبوت بتاعي صفر، لو القيم بتاعة الداتا سيت أكتر من النقطة دي يبقى كأن أنا بحط نقطة هنا في النص فاصل، يبقى نقدر نقول إن الأوتبوت بتاعي يساوي واحد. طيب زي ما إحنا شايفين هنا. ولكن انت لما تيجي مع الوقت كده لو السيستم بتاعك في رابيد تشينجينج انفايرمنت، في داتا سيت بتتغير باستمرار، فانت محتاج على طول تبقى كيب اب تو ديت بالجديد. فالداتا سيت بتاعتك اتغيرت، تبقى عندك حاجه مثلا في المكان ده او مثلا خلينا نقول اوتلاير مثلا، نقطه ظهرت، النقطه دي جيده جدا على السيت بتاعتك، لما تيجي تعمل ري تريننج مره ثانيه الخط ده اكيد هيتغير، يعني الاستيبيوشن مش هيبقى هو ده، بس الاستيبيوشن هيبقى مثلا حاجه بالشكل الايه اللاين ده. طبعا انا بتكلم على لينير موديل ستيل. في الحاله دي ما عدتش عارف اعمل سيبريشن للداتا سيت، افصل اعمل كلاسيفيكيشن للكيس 0 عن الكيس 1، الكيس المالجننت عن الكيس اللاين، ما عدتش عارفه احدد مين سبام ومين نوت سبام. تمام؟ اذا يرجع لي السيمبلستي بتاع الداتا سيت. لو لاحظتوا ان طول الفتره اللي فاتت كنت بحاول اعلمكم انه ازاي اختار الموديل، ازاي اختار الميثود اوف ليرنينج على اساس ايه؟ كل بروبلم مختلف عن التانية. داتا سيت عندي ليبل ولا مش ليبل، هي كونتينوس ولا ديسبريت، الاستراكشر نفسه حجم الداتا سيت، هل في رابيد تشينجينج في انفايرمنت ولا لا؟ اذا مش اي حاجه تنفع لاي حاجه. تمام؟ وعلشان كده في ثيرم شهيره جدا اسمها النون فري لانش ثيرم اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، اللي بتقول ما فيش حاجه اسمها الجوريزم سيوتبل لكل البروبلمز، مش حاجه اسمها كده في الجوريزم. تمام؟ اوكي. طيب فقالوا طيب يعني الحقيقه هو اللينير موديل مش انسب حاجه للكلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن عندي 2 3 4 ديسكريت ديفينيت فاليوز، لو احنا بنتكلم على باينري كلاسيفيكيشن كان عندي 2 فاليوز زي اللي احنا بنتكلم عليه ده سبام ونوت سبام. لو انا بتكلم على مالتي فاريبل كلاسيفيكيشن فانا عندي او مالتي كلاسز اسفا، مالتي كلاس او مالتي كاتيجوريز او مالتي سوليوشنز، فانا عندي ستيجز، انا عندي واحد عنده زهايمر سيفير، واحد عنده مايل زهايمر، واحد ما عندوش زهايمر، فاذا انا عندي مالتي ستيج بس برضه ديفينيت فاليو، يعني كلاسيفيكيشن ديسكريت بروبلم برضه. في الحاله دي احنا عندنا ديفينيت فاليو، فقالوا طيب ما تيجي تغير اللينير موديل اللي احنا كنا بنشتغل بيه ده لانه اصلا ما عادش سيوتبل الحقيقه في الكيسز اللي زي دي، فابتدوا يرجعوا لايه؟ لموديل مناسب شويه اكتر مع الديسكريت اوت فاليو، وهو اللي اسمه ايه؟ السيجمويد فانكشن. السيجمويد فانكشن زي ما انتم شايفينها هنا كده ما عادتش لينير موديل، وانما الزد هنا دي الانبوت والجي وزد اللي هي يعني كان ده الاكس وده الاتش اوف اكس، بس ايه؟ كل زي ما قلت لكم كل الكتاب بتاعه ده اتش، فالزد هنا اللي هي الاتش اللي هي الانبوت بتاع سوري اللي هي لما نيجي نرسم السيجمويد فانكشن اللي هي معادلتها واحد على واحد زائد دي اس ناقص زد، والزد دي هي عباره عن المقدار الانبوت اللي داخل عندك اللي هو ايه؟ اللي هو الثيتا في الاكس معادله اهي،
اتش ثيتا اكس بيساوي 1 على 1 زائد اي اس ناقص لامدا زائد اي برضه بلاش احط سامبلز كتير عشان ما تجيبوش لامدا لما بيلعبوا فيه بيعمل فيه تيورينج بيجي نفس الافكت بالظبط بتاع ليرنينج كونستانت اللي هو السي او الالفا. فبالتالي قالوا طب ما احنا بقى في الحاله دي نثبت واحد ونلعب في الثاني. فدايما هتلاقي معظم الكتب بيعملها اسامبشن انها هتكون بواحد ولا يبقى هنا اي اس ناقص اي ترانسبوز اكس هي شكلها بالشكل ده. كل ما عندك الفاليو بتاعتك بتزيد ماكسيمم فاليو بتاعتها بتبقى واحد. هنا عندي القيمة دي عم بيعمل intersection في vertical axis عن النص. وكل ما الثيتا ترانسبوز اكس ال كل ما القيمة بتنزل زي طبعا كل ما دي ال تبقى اي اس صفر تمام اي اس صفر اي سالب. يعني خلينا نقول هنا الفاليو بتاعتك عمالة بتزيد في الاتجاه القطب هنا عمالة بتزيد في اتجاه الايه كده فهنا الفاليو بتاعتك هتبقى عبارة عن ايه؟ واحد على واحد زائد اي اس نيجاتيف ايه؟ طب النص ده جه منين؟ ايه يا جماعه؟ عوضت عملت كاش النص ده جه منين؟ انا عوضت صفر صح؟ لا هنا عندي القيمه بتاعت الايه؟ باور صفر تبقى واحد على واحد زائد واحد يوصل واحد ونص تمام؟ كل ما بتزيد عندك الفاليو كل ما بيتنزل ال1 اللي هي السوليوشن اللي هو اتش كل ما بتقل كل ما بيتنزل ايه؟ طيب بيسموها السيجموي فانكشن او اللوجيستيك فانكشن. طيب نيجي تاني موديل تالت موديل بقى هناخده هو البرسبترال موديل. البرسبترال موديل برضه من المودلز المناسبه جدا للفاسيليتيشن بيدي لك شكل الايه؟ الشكل اللي قدامك ده يعني احنا بنتكلم في 70,000 ريكورد.
والمفروض ان 70,000 ريكورد دي داتا سيت انت بتاخدها عشان تترين الالجوريزم بتاعك عشان يبتدي ان هو يتعلم. اول حاجه هتعملها هتاخد تعمل فيها ايه؟ يبقى اول حاجه هناخد الداتا سيت اللي هنبتدي نعملها سبليتنج وتريننج وتستنج هنعمل كروس فاليديشن نشوف احنا هنعمل ايه علشان نعمل تريننج وتستنج. فاحنا محتاجين ان احنا نعملها ازاي؟ زي ما شرحنا قبل كده الداتا سيت بتاعتنا بالشكل ده ما ينفعش ان انا مثلا اخد دول اعمل تريننج ودول اعمل بيهم تستنج، ولكن هنقسمهم بالشكل الفيرتيكال ده مثلا 70 30 او لو هنعمل كروس فاليديشن نبقى واخدين في يبقى هنا اول حاجه احنا بنعمل نبتدي نعمل فيتشنج للداتا بتاعتنا نعملها ابلود عندي وابتدي اقسم الداتا لمجموعه من هعمل اري. الاري ده او الماتريكس دي عباره عن روز وكولمز. الروز بتريبريزنت كل انستنت موجوده في الايه؟ في الداتا سيت ريبورت بتاعتك. والكولم هو ايه؟ عدد الفيتشرز الموجوده في كل داتا سيت. تمام؟ انا عندي هنا اري بيمثل زي ما انتم شايفين كده روز وكولمز. كل رو بيمثل ريكورد وكل كولم بيمثل فيتشر من الفيتشرز دي كلها. طيب والتارجت بتاعي هو ايه؟ هو الاوتبوت يعني الداتا سيت دي ليبلد يعني كل هاند ريتن ديجيت من دول قايل لك ان ده ايه اصلا؟ Gracias.
بتاعت السياسه يا جماعه الفانكشن السياسه موجوده في التول بتاعتك او البايثون، فانت بتستدعيها علشان تبتدي ان انت تعمل عمليه الليرنينج وهنا هتحدد انه ايه الاحسن للاستفاده عشان تعملها ايه ريكورد. Thank you.
بيرسون تايم، وبيعمل ايه؟ بيبتدي ياخد الداتا سيت يقسمها كل شويه، يعمل شفلنج للداتا بحيث ان هو ياخد مجموعه ثانيه يعمل فيها تيستنج غير اللي حصل بره ده. وهنا اللي بيعمله ايه بقى في الالجوريزم؟ ان هو بيحسب الديستنس ما بين كل نقطه من الداتا سيت ما بين اللاين اللي هو كان احد السوليوشن في كل ريتيشن من الريتيشن دي، بيسموها الاكتيفيتي ديستنس، معرفش عبد الله كده ولا لا. وكل ما بيلاقي الديستنس